تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة له هذا العنوان المقتبس من آية 7 في مزمور 45، وما قدرناش نختصر في العنوان أكثر من كده، فهو برضو عنوان طويل شوية، لكن عشان يبقى واضح الموضوع: من أجل ذلك مسحك الله إلهك. والآية كلها اللي هي مأخوذ منها هذا العنوان، آية 7: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. وفي قراءتنا للمزمور لاحظنا تكرر كلمة تكررت كتير شوية، حد فاكرها؟ كلمة الملك. 17 عدد فيهم أكثر من نصفهم ذكرت كلمة الملك، عشان كده نقدر نسمي المزمور ده مزمور الملك، مزمور 45. موضوع النهاردة عنوانه: من أجل ذلك مسحك الله إلهك. ده العنوان، مسحه بإيه؟ بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. ودي بتدينا تلقائيا ثلاث أنواع من التأملات. أول نوع: من أجل ذلك. إيه هو ذلك ده؟ ده كلام قبل كده. ثانيا: مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج. ما هو دهن الابتهاج هذا؟ ثم ثالثا: أكثر من رفقائك. هم مين رفقائك دول؟ دول الثلاث أمور الرئيسية، وحنتفرع كده لشوية حاجات، وربنا يدينا نحصر في وقت عبادتنا هذه الدراسة. من أجل ذلك، دي حاجة قبل كده، يبقى لازم نقرأ شوية في الأعداد اللي قبل كده. هنختصر قدر الإمكان، موضوع النهاردة طويل شوية. أنت، ده عدد 2، أبرع جمالا من بني البشر. فالمسيح أبرع جمال من بني البشر، يعني في جمال عيني أكيد، بس مش المقصود الجمال الخارجي. واللي يدلنا على كده لما جه يوصف شفتيه، قال ايه على شفتيه؟ انسكبت النعمة على شفتيك، يعني من بره كده مليان نعم، مليان نعم. ليه؟ لان هو مش بني ادم، فالمسيح هو الله اللي ظهر في الجسد الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. لذلك هنا يقول: لذلك باركك الله إلى الأبد، وفي آيتنا بيقول: لذلك مسحك، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. بيتكلم في آيات 3: تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاءك. يا سلام، إيه الجلال والبهاء اللي عند المسيح الذي لم يحدث لأحد في الوجود في استخدام السيف؟ وبجلالك اقتحم اركب، من أجل الحق والدعاء والبر فتريك يمينك مخاوف. ده إيه ده؟ المعركة الوحيدة التي لا تقاس ولا تقارن. ففي أحيانا معارك، خصوصا في لعبة الرياضة، يقول لك 7-2-3-4-6-0 كده، لكن هذه المعركة الوحيدة التي لا يمكن أن تقاس ولا تقارن بين مقاييس البشر. هذه المعركة الوحيدة حينما مات الملك
حصل على انتصار ما لا نهاية على العدو وعلى الأعداء جميعا. أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في الصليب لما مات. في معركة في الوجود حصل فيها كده، تقلد سيفك على فخذك، يلا ادخل المعركة. دخل المعركة، بجلالك اقتحم اركب، من أجل الحق، من أجل الحق والدعاء والبر. يعني المعركة دي المقصود بها إعلان الحق، إعلان الدعاء. الدعاء تعني الوداعة، تعني التواضع، تعني مجد إنكار الإنسان نفسه، جاية من دعاء، يعني في تنازل كده، مش بس وداعة، يعني وداعة متنازلة. لما جم بضوا عليه قال لهم هذه ساعتكم وسلطان ظلم، وسكت ما عملش حاجة خالص، مسكوا دي ربطوه خدوا. ده هو قال لهم ما تقوموا، من تطلبون؟ سوء النصر، أما قلت لكم ما انتم واسع الأرض ليه؟ تعالوا دعا سلم نفسه ليهم، لأن هذه ساعتهم لإرادة الآب، لإرادة الله. قبضوا عليه وخذوه بهدلوه جدا لإعلان الحق والدعاء والبر. يا ما هذه الطاعة الرهيبة، ما هذا الخضوع العجيب، إيه ده يا يسوع، أشبعت قلب الآب، أشبعت قلب الآب. افتكر في ترنيمة تقول لك يوم قمت صح، بس ويوم ما اتصلب، ويوم ما كان بيتكلم، ويوم ما راح الهيكل وعنده 12 سنة، ويوم الميلاد، في كل يوم أشبعت قلب الآب أيها الملك. من أجل ذلك، من أجل كلمات النعمة الخارجة من شفتيك، من أجل نظرات الحب الخارجة من عينيك، من أجل خلاص الذين قابلتهم السامرية وزكا وكل اللي خلصوا بعينيك بكلماتك. امرأة المنحنية، الامرأة الزانية، اذهبي بسلام، كل هذا يا رب قد فعلته. من أجل ذلك مسحك الله إلهك. نبلك المسنونة، يا سلام، في قلب أعداء الملك، ما فيش ولا شيطان يقدر يرفع راسه. أشهروا قوتكم غلط، نظامكم غلط، خربان. من اللي انتصر في الصليب؟ يسوع. ليه؟ لأنه قام وأقام الكنيسة معه. شفتوا الكنيسة هربت من إيديكم، الكنيسة هربت لأن امتلكها الملك، الملكة عن يمين الملك، الكنيسة عن يمين الملك. لما يقول أقامها، ده أقامها ماضي مش مستقبل، أقامها وأجلسها. هي جايب إحنا، أقامنا معه وأجلسنا معه. إحنا مش هنا، إحنا فوق. الشيطان سلطانه علينا ولا حاجة، إلا لو الإنسان فينا يتغوي كده ويسقط، يبقى سخيف، يعني مش قادر يدرك قيمته في المسيح ويسالم نفسه للشيطان، يقعد يسمع له بس. لكن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، الملك والملكة عن يمينه. الآن هناك صحيح، ده ما حصلش عمليا، لكنه حصل في النظام الإلهي، فالفكر الإلهي في القرار الإلهي في الماضي كله حصل. من يوم القيامة أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. كل الذين لهم نصيب في القيامة الأولى كلهم بما سيحدث إلى آخر الضيق، الزمن لسه ما جاش ده خالص، ما عرفش يجي إمتى، شغله بسرعة. كل دولة في القيامة الأولى، الذين لهم نصيب في القيامة الأولى، جالسين عن يمين العظمة في الأعالي الآن. الآن ده إيه ده؟ نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، شعوب كثيرة كثيرة كثيرة، كله
ساقط ساقط تحت رجلي الملك، كله سيدان أمام العرش الأبيض العظيم، كله، كل الذين ليس لهم نصيب في القيامة الأولى. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. هل يوجد في الأرض استقامة؟ حتى من آية بس صغيرة كده يقول لك أحسنهم كالعوسج، مكتوب في الكتاب، أحسن واحد في الدنيا شوك. إيه إحنا شوك؟ صدقني لو رجعت بذاكرتك قبل أن تعرف المسيح تلاقي نفسك حتة شوك جهنم قليلة عليه. ما مين اللي حسن أخلاقك وأخلاقي؟ هو غير، في غيره؟ ما فيش غيره. وراني النور، وراني الحق، وأنا بجاهد عشان بس أرضي الرب في حياتي، وده الجهاد الحلو. جاهدوا الجهاد الحسن، زي ما قال بولس جاهدت الجهاد الحسن، إحنا نعمل زيه. أحسنهم كالعوسك. قضيب استقامة قديم ملكك. قضيب استقامة قديم ملكك. عدد 7 بتري يقول ايه؟ أحببت البر وأبغضت الإثم. دي حتة بان بسيطة خالص خالص، بسيطة جدا. هو مين فينا في مين في الدنيا ما بيحبش البر ما بيبغضش الإثم؟ إيه حكاية أحببت البر وأبغضت الإثم؟ استخدم الرب هذا التعبير أكثر من مرة بطريقة مذهلة، واستخدمها عن الملك. مثلا يقول أحببت يعقوب، وإيه تاني؟ إيه بقى؟ إيه بقى ده؟ إيه ده؟ أنت بتبغض؟ آه طبعا طبعا. استخدم مرة في حتة صعبة قوي قوي قوي، يعني ما افتكرش إن في كثير من حبيبنا الخدام يعني يدخل في الأمور دي، أصلها بتزعل الناس جدا. يعني إن أحب أحد أبا أو أما أو إخوة أخوات أو زوجة حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لي تلميذا، في إنجيل لوقا يكبرها قوي، إن لم يبغض أخوة. خبر أبيض، إيه ده؟ ده تعليم عجيب جدا. طب المسيح لا، ما عندوش إطلاقا انفصال في الموضوع. أحببت البر وأبغضت الإثم. هو إيه الإثم هنا؟ هو أنا أحب مراتي إثم؟ لا طبعا، لا مش إثم. أمال إيه؟ أحببت البر وأبغضت الإثم، يعني يستحيل 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 يحيد عن إرادة الله. ثانية، إيه إرادة الله؟ أنه هو المعلم، وأنه لا يرتبط بأي ارتباط بشري ضد إرادة الله. أي ارتباط بشري مع إرادة الله ممتاز ممتاز، لكن ارتباط بشري أو ارتباط بنفسه، حتى من يبغض حتى نفسه أيضا، ارتباط بنفسه ضد إرادة الله غلط غلط. احنا بنقع فيها، أيوة بتقع كثير، أنا في رأيي كده يعني. ولم ينجح فيها إلا يسوع. في ناس نجحوا درجات عالية، بس مية مية دي ما حصلتش اللي عنده. ليه؟ لذلك قال له، لذلك من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. من رفقائك دول إشعيا وإرميا وحزقيال وموسى وبولس الرسول وبطرس، كل دول عبيد الرب. ملك عن يمين الملك، المالك واحد بس، المالك واحد بس، المالك واحد بس. اللي عليك وعليا نقرب شويه من من ايه؟ من ايه؟ احببت البر وابغضت الاثم. قرب قرب، اوعى شيء يمنعك عن مشيئه الله في حياتك. ده ممكن اكله، طبعا الأكلة دي بتاعت عيسو قبيحة جدا. لا، أنت أكلتك يا مؤمن مش زي عيسو. أيوة، أنت ما أنكرتش البكورية، الأكلة اللي باعها البكورية بسببها، لا أنت ما عملتش كده، بس أنت بعت إكليل
باكله. يعني ما اقدرش اسمع يا رب انا تعبان قوي دلوقتي، تعبان جدا، ضيعت اكليلك يا حلو، ضيعت عشان عايز تاكل، ضيعت عشان عايز تنام، ضيعت عشان ولد من اولادك بيقول لك بابا لازم تقعد معايا، وانت شاعر بمسؤوليه تجاه خدمه الرب. يا مقوله، مقوله، ده عجيب قوي ده. ده بيقولوا لنا من على المنابر، على المنابر الاسره اولا ثم الخدمه ثانيا، يقولوا لان ده التعليم لذيذ، تعليم حلو، لكن تعليم باطل ليس من المسيح. من لم يبغض، ودي اسره مش اسره، ابوه وامه واخواته ومراته حتى نفسه، دي اسره مش اسره، لا يستحقوني، لا يقدر على كليه الميزه. ايه ده؟ ده تعليم المسيح، لم يعمله الا المسيح. نشوف بقى المسيح بيتشاف ازاي في السماء، لان دي حاجات عمليه بتحصل لنا احنا كل يوم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك، كل ثيابك إيه يا رب؟ كل ثيابك إيه؟ كل ثيابك مر. واضح المر ده إيه؟ في حد فيكم داج المر؟ ما افتكرش واحد فينا ما داجش مر. مر مجوس لما جه المسيح قدموا له إيه؟ ذهبا وهربان الأمر. خد، ما أنت حياتك كلها كده وحياة أولاد المسيح كده. طب المر ده يعمل إيه بقى؟ المر ده يعمل فينا حاجات يا حلوة يا مبهدلة. إلزك فيه، إلزك فيه، عشان المر، المر يقول لك ما تخافش أنا معك، أنا إلهك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. اوعى يقودك المر الخراب والمرار والتجديف على اسم الله، زي ما واحده بركه، مرات ايوب دي بركه، استحملت كثير، استحملت موت عيالها وفقدان الثروه، بس ما استحملتش الشكل بتاع جوزها في المرض. طيب ده ايه ده المر ده؟ طب ايه ثاني في ثياب المسيح؟ كل ثيابك مر وعود. ايه العود ده؟ اتاري العود ده مقصود به الصبر. والصبر ده ايه؟ الصبر ده غريبة، الصبر ده لمفسر القاموس، انا اجيبش حاجة من عندي خالص، ده القاموس يقول ده نبات يستخرج من بعض انواعه عصارة مرة رخر، تسمى، اجيبها بالانجليزي always A-L-O-E-S، ارجو يكون نطقتها صح، وتستعمل في ايه؟ تستعمل طبيا كمسهل. دي صدقني جميلة قوي دي. يعني ايه؟ يعني عايز ربنا يسهل لك، اصبر، اصبر، تاخد المسهل نفسه. حبيبي يا ربي، دي عجيبة جدا الحكاية دي. يعني المر ألزق فيك والصبر يكون له عمل تام، وتسهلني الحكاية خالص تخلص. ما تسواش كل ده يا اخي، مالك مكبرها كده؟ اصل الشيطان مكبرها. طب ما تسمعش للشيطان، ما تسمعلوش، ربنا يسهلها لك. كيف؟ اصبر، اصبر، ليكن للصبر عمل تام عشان تاخد اجر تام. اصبر يا اللي بتدوق المر. يا رب ليك المجد، يا رب ليك المجد. ثياب المسيح كلها كده، كلها كده، مليانه مر ومليانة صبر، مليانة اتكال، وعمره إطلاقا ما جربش الفشل خالص. هذه ساعاتكم وسلطان ظلمه، وسلم نفسه، وبينه وبين الله كلام في كل لحظة، في كل لحظة بيتكلم، لغاية لما انتهت ساعة الألم وتمجد المسيح. كل ثيابك مر وعود وإيه؟ وسليخة. إيه بقى السليخة دي؟ السليخة دي بيقول عليها حاجتين، إما إرفة صينية أو جنبة للتزيين من الفصيلة القرنية في قطاع النباتات. إيه إرفة صيني دي؟ يعني إيه؟
قرفة. القرفة بتعمل ايه القرفة دي؟ يقول لك ده قرفته حلوة. يعني ايه القرفة دي؟ القرفة دي بتدي ريحة كده، السليخة دي تديك الريحة الحلوة وتديك الزينة الجميلة لكل أعمالك. كل ده من المر يا ربي. أيوة. كل ده من الألم. يعني الألم يديني لزقة فيك، ويسهل لي ربنا الألم لما ألزق فيه، ويزين لي حياتي ويحط لي برفان اسمه جرفة لما ألزق فيه. آه. والمسيح عايش كده، كل ثيابه كده يا أخي، كل مفيش حاجة إلا المسيح يتزين فيها 100%. لك المجد يا رب. مين بقى يقول أنا لا يا عمي، أنت فين وأنا فين؟ طبعا أنت أكبر مني، بس برضو لا أنت وصلت ولا أنا وصلت. خلينا نجاهد الجهاد الحسن، وتكون لباسنا بقدر الإمكان قريب من بقد ما نقدر، ولو حتى نوصل يعني 40%، يا ريت يا ريت. خلينا نجاهد الجهاد الحسن، اطرد الأفكار الشريرة، واطلق الشيطان، اطرد كل البلاوي دي لكي تجاهد الجهاد الحسن. من قصور العاجي سرتك الأوتار. إيه بقى قصور العاج دي؟ كمالة الآية اللي هي بتاعت إيه؟ بتاعت كل ثيابك، آية 8، مر وعود وسليخة، كمالتها من قصور العاج سرتك الأوتار. إيه قصور العاج دي؟ بتفكرنا بالكرسي العاجل اللي عمله سليمان. عمله عشان ايه سليمان؟ القضاء، عشان يبقى رهيب كده. عاج وما عجبوش العاج، طلب ذهب بريز 6 درجات واسود هنا هنا هنا، وجنبه اسدين وحاجه كده رهيبه جدا. فقصور العاج طبعا سليمان، يعني ممكن تكون بني قرح ايام سليمان، ممكن يكون جاليه مش مشكله يعني، لكن العاج ده يفكرنا بهذا الكرسي. اي الملك القاضي، مش سليمان طبعا، هو المسيح يعني. الملك القاضي، القضاء بتاعك انت يا انسان. القضاء معناها ان دخلت الى قصر العاج لكي احاكم. اي انا اوصل كرسي المسيح كمؤمن يعني، تانيين طبعا العرش الابيض العظيم ده يدان ويهلكوا، لكن احنا هناخد مكافاتنا من عرش النعمه اللي هو كرسي المسيح. نقف امام كرسي المسيح، وهناك الاوتار تسرنا. يعني ايه الاوتار تسرنا؟ سواء واحنا في الارض هنا في الضيق وفي الخير وفي كل مناسبه، الأوتار الإلهية اللي بتضرب على قلوبنا تفرحنا. إيه دي؟ أنا معك لا تخف، إن جزت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لا تتلفت لأني إلهك. إيه دي؟ ده عزف من الله على أوتار قلوبنا. من قصور العاج الحاجات دي تسرك وتخليك تنتصر على الألم وتسلم للرب طريقك. يعني في وسط المر والعود والسليخة في عزف إلهي على قلبك، عزف إلهي من القاضي، عزف إلهي من الملك على قلب الكنيسة. اسمع يا كنيسة، من قصور العاج سرتك الأوتار، لك المجد يا رب، لك المجد. نختم بقى بالنصيحة الأخيرة. اسمع يا بنت، مين البنت دي؟ كلنا. طب أنا راجل مش بنت. لا، أنت بنت قدام المسيح لأنك عروسة. هو مين العريس؟ هو بس العريس، وإحنا إيه؟ عروسة. اسمع يا بنت، يا عروستي كلها مجد، الملكة عن يمينك جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. ده عدد 9، بنات ملوك بين حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. اسمع يا بنت، عدد 10 بقى ده، وانظري، يعني سمع ايه بالودان، نظر ايه بالعينين، تعال شوف شوف شوف، اقرأ المزمور ده شوف ايه اللي حصل.
واميل يا امك، مش بس اسمع، اسمع كويس خالص. وايه اللي بعد كده؟ وانسي شعبك وبيت ابيك. ايه ده؟ انسي كل ماضيك، انسي كل ماضيك. من يوم ما عرفت الرب انت خليقه جديده في المسيح يسوع، في اسلوب جديد للحياه، في طريق جديد للحياه، في نعمه جديده متجدده للحياه. وبعدين كملتها، فيشتهي الملك حسنك. يشتهيها، يشتهي، مش يشتهيها ك يعني كمراته بس، حسنها جميل، حسنها جميل. يشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك من سيدك. كلنا نقول ربنا، بس ربنا يمتحن الكلام ده، يمتحنه، امتحنه مع إبراهيم وأبي إبراهيم، وقع سقط، شو اللي سقط قبل أن هاجر؟ أيوة، مش قبل أن هاجر، قبل إسماعيل قصدي. ويبقى عنده 2 ستات، وربنا قال له سارة جاب عشان قالت له كده مراته، مش عذر. يشتهي الملك حسنك، هو سيدك، فاسجدي له. وده ختام تأملاتنا النهارده. خلي حياتك كلها تشهد أن الله سيدك، الله سيدي، الله حبيبي، الله قدوسي، الله صخرتي، الله ملكي، أنا لحبيبي وحبيبي لي، أنا أسجد له وهو يحتضنني ويشتهي حسني، من نعمته يكون هذا. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج، لأنك أنت الوحيد اللي وصلت 100% أكثر من رفقائك. نشكر الله أن للمسيح رفقاء، والمؤمنين هم رفقاء المسيح، لنجاهد الجهاد الحسن، ولإلهنا كل المجد. Thank you.